أحبتي متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعافية وستر من الله تعالى. في هذه الحلقة غادي نتكلموا شوية على أحد الشخصيات العظيمة من تاريخ الدولة المغربية ومن مدينة مراكش، الأمير أبو الحسن علي بن يوسف بن تشافين المثوني الصنهاجي. تلقب بأمير المسلمين بحال الوالد ديالو، تولى الحكم بعد وفاة والده وهو ابن 23 سنة. سار على الدرب ديال الأب ديالو، تابع الجهاد ونصر العدل وخرب العلماء وظل كذلك حتى مات. وصلت في عهده الدولة المرابطية أوج القوة ديالها، بحيث في سنة 520 هجرية صرع في بناء سور حول مدينة مراكش، وذلك بنصيحة من أبي الوليد بن رشد بعدما اشتد أمر بن تومرت، وانشأ بها الجامع والقصر المرابطي وأسس نظام السقاية. كذلك ما ننسوش القنطرة ديال واد تنسيفت وأشياء أخرى. هو اللي طلق اسم المرابطين على أصحابه، كان فقيها زاهدا أكثر منه ملكا، كان يقوم الليل ويصوم النهار. يقول عنه ابن عذارى: تقدم الأمير أبو الحسن لذلك فاستعان بالله واستنجده وسأله حسن الكفاية فيما قلده، فوجده ملكا مؤسسا وجندا مجندا وسلطانا قاهرا ومالا وافرا، فاقتفى أثر أبيه وسلك سبيله في عدد الحق وإنصاف المظلوم وأمن الخائف وقمع المظالم وسد الطغور ونكاية العدو، فلم يعدم التوفيق في أعماله والتسديد في حسن أفعاله. خلف الأمير علي بن يوسف زوج ديال الأولاد، إسحاق بن علي وتشفين بن علي. ملي ظهر المهدي بن تومرت اضطربت عليه الأمور وتكاثرت المشاكل. توفى عن عمر 60 سنة، وذلك يوم 18 رجب سنة 537 هجرية، موافق فبراير 1143 ميلادية. أحبتي، حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، ما تنسوش تنضموا للقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. كل التقدير والاحترام.